حلف يمين ان انا مش هحلف يمين على احترام الدستور كله، هحلف يمين على احترام مواد الدستور. اما ديباجه الدستور وموضوع الانشاء اللي اتعملت سيد حجاب كتبها في المقدمه دي، انا مش هحلف على احترامها لسبب بسيط جدا، لان انا مش معترف ان 25 يناير ثوره، انا معترف ان الثوره هي 30 يونيو، وان في انتفاضه حصلت يوم 28 يناير وجدت الساعه 5:30 6 كده بعد الظهر، واستولى الاخوان على الحكم، وتفرض عليا احترم بحاجه انا مش مقتنع بيها انها ثوره، هي اصلا انقلاب ومؤامره كبيره على البلد. في انتفاضه حقيقيه حصلت 28 للشباب عملها من بعد صلاه الجمعه لغايه الساعه 5:30 6 وانتهت. روح بابا انت، واحنا خلاص خدنا البلد. فالفرض اللي علينا لجنه ال 50 اللي فرضت علينا 25 يناير اول مره بصراحه اشوف دستور موضوع انشا في مقدمته، لكن مواد الدستور بنحترمها، القانون بنحترمه، رعايه الشعب اللي طبعا بنرعى الشعب. اقسم بالله العظيم انا احترم مواد الدستور دي اللي بكتب، واحترم القانون طبعا. مش هحترم انا المقدمه الهبله اللي مكتوبه دي، موضوع الانشا وان مصر هبه النيل، ما هبه النيل غصب عنك وعني، واخد بالك؟ وان 25 يناير ثوره، لا اشربها انت. رحيم، اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم مواد الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. رحيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري، أحترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب كاملة، وأحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. شكرا.